مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. نرغد وهي قناتنا قناة تفاصيل تيو. فيديو اليوم حيكون عبارة عن على خطى عائلة أنس وأصالة يوتيوبر سيحولون محتواهم للمحتوى الأجنبي، وعشان تعرفوا مين هم هاليوتيوبرز احضروا الفيديو معي للنهاية، ويلا خلونا نبلش. أغلبنا بيعرف إنه عائلة أنس وأصالة انتقلت من المحتوى العربي إلى المحتوى الأجنبي، واختفوا عن قناتهم العربية أكثر من 6 أشهر، وبيعتقد الأغلب إنه هاي هي نهاية عائلة أنس وأصالة، وبيعتقدوا إنهم ما رح يعودوا مرة ثانية للقناة. طب تعالوا مع بعض نعرف ليه اليوتيوبرز بيتوجهوا إلى المحتوى الأجنبي. أولاً، المحتوى والقنوات الأجنبية بتقدم لليوتيوبرز مجموعة من المميزات اللي بتشجعهم. أولاً، المحتوى الأجنبي أقل تعليقات سلبية من المحتوى العربي لأنها بعيدة عن العادات والتقاليد، وهالشي بيعتبروا اليوتيوبرز ميزة جيدة للغاية، لكن هاي أسوأ صفة لأنها بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا. ثانياً، المحتوى العربي الربح فيه أقل من الربح بالمحتوى الأجنبي، وهذا اللي بيسعى إلو اليوتيوبرز لأنه هدفهم الربح ليس أكثر. وعائلة أنس وأصالة من ضمن العائلات اللي شجعت اليوتيوبرز على هالخطوة، في كتير ما منعوا عائلة أنس وأصالة، فأعتقد اليوتيوبرز إنهم راح ينتقلوا إلى المحتوى الأجنبي. من ضمن هالعائلات عائلة إسياماند وشهد، فهي ما منعت أو انتقدت عائلة أنس وأصالة لتركهم المحتوى العربي، واعتبروا إنه خطوة جيدة، فأعتقد اليوتيوبرز إنهم راح ينتقلوا إلى المحتوى الأجنبي مثل عائلة أنس وأصالة. أيضا عائلة تالي نيتيوب ما منعت أو انتقدت عائلة أنس وأصالة وما علقوا على الموضوع، فاعتبروا المتابعين إنه موافقة على الخطوة اللي قامت فيها عائلة أنس وأصالة، واعتقدوا انهم رح يقلدوهم بهيك خطوة. ثالث هالعائلات اللي معنا واللي هي عائلة مشيع، واللي هي من ضمن العائلات اللي بتتواجد في دولة اجنبية، فبيعتقدوا المتابعين انه ممكن تعجبهم هالفكرة وينفذوها ويتركوا المحتوى العربي، واعتبروا المتابعين انه عائلة انس واصالة سبقت عائلة مشيع بخطوة وممكن ينفذوا هالقرار. طبعا كل هالشي مجرد اعتقادات وافتراضيات وضعها المتابعين اللي بيتابع هالعائلات خوفا منهم على ترك اليوتيوبرز المحتوى العربي والتوجه للمحتوى الأجنبي، لكن فعليا ما في شي صار على أرض الواقع. إذا انتو أيضا بتعتقدوا هالاعتقادات احكوا لنا بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.